المادة الثانية عشر في النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية تنص على أن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية وتهيئة الطلاب ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم. كان التعليم في المساجد يعتمد على الكتاتيب وتعليم القرآن الكريم والحديث والخط والإملاء. عام 1344 بدأ التعليم بصورة نظامية حتى عام 1355. أسس الملك عبد العزيز رحمه الله مدرسة تحضر الطلاب للابتعاث وتمهد الطريق لجيل المستقبل بسلاح العلم والتعلم. عام 1380 أسس الملك فيصل الرئاسة العامة لتعليم البنات تضم 15 مدرسة. رئاسة المعارف أصبحت وزارة للمعارف ثم وزارة للتربية والتعليم، واليوم باسمها الحديث وزارة التعليم. استكمالاً لرحلة التقدم العلمي صدر أمر سام ملكي في شهر رمضان المبارك عام 1430 هجرياً إنشاء جامعة شقراء. تعد الجامعة اليوم من أحدث الجامعات في المملكة العربية السعودية. الجامعة أكملت عامها 13 ولديها أكثر من 20 كلية وتضم أكثر من 22 ألف طالب وطالبة. قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً هاماً في نهضة وازدهار التعليم بدءاً من مشروعها الوطني لمحو الأمية الذي انخفضت نسبته من 60% في السبعينات الهجرية إلى 3.7% في عهدنا الحاضر. وفي عصر التعليم الإلكتروني حققت وزارة التعليم نجاحاً باهراً من خلال منصة مدرستي التي أصبحت ضمن أفضل 4 نماذج عالمية في التعليم عن بعد وتوثيق تجربتها من قبل اليونسكو، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية في توفير 24 قناة تعليمية في رقم غير مسبوق عالمياً، منها 3 قنوات للتربية الخاصة. انعكاس هذا العمل شهدت الجامعات السعودية تقدماً في تصنيفها ضمن قائمة التصنيفات العالمية الأشهر، بالإضافة إلى نشر البحوث العلمية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 120%.